بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما. ان شاء الله النهارده فيديو من الفيديوهات المهمة جدا، وهنتكلم فيه النهارده عن دخول فصل الشتاء والحاجات اللي لازم نعملها مع الحمام الفترة ديت عشان نحافظ على الحمام من الامطار والسيول، لان الجو طبعا زي ما احنا عارفين في الشتاء المطرة بتنزل شديدة بتغرق الدنيا وبتموت الحمام وبتتعب الحمام وبتنزل على البيض تبوظه وعلى الزغاليل تموتها. فبص الجو عامل ازاي، يعني انا بكلمك دلوقتي وقت العصرية، طبعا امبارح والنهاردة الجو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده الدنيا مغيمة جامد والشمس مش ظاهرة، وكل شوية تلاقيها كده ايه ندعت شوية مية. تمام، فيا جماعة احنا الفترة ديت اللي لسه مقفلش على حمامه يلحق يقفل. بتربي في اوضة، بتربي في عشة، بتربي في بلكونة، بتربي في غية، بتربي في لوفت، الكلام ده كله لازم تلحق تقفل على حمامه. طبعا انا سقف الاوضه عندي زي ما احنا عارفين اهو سقف خشب، تمام، مرصوص الواح خشب لاتزونا على عروق، تمام كده. فالسقف ده يا جماعه من فوق متقفل ببانر او بمشمع تقيل بقاله حوالي سنتين، عشان لو نزلت مطره ما تدخلش جوه الاوضه هنا، ما بينزلش عندي هنا في الاوضه ميه. ليه؟ لان اول سنه عملت فيها اوضه للحمام لما المطره نزلت غرقت السلكات، وكان السلكات عندي هنا والادراك كلها مليانه ميه، والطواجن بتاعه البيض فيها ميه، والزغاليل عايمه في ميه، والدنيا غرقت، والاوضه نفسها الارض زي كده كنت بشيل منها جراد الميه، تمام كده، كنت بنزح منها جراد الميه كتير. فتعالوا بينا كده نبص الاول على السلكات اللي بره. تمام، دي سلكات هي محطوطه على السطوح يعني منها للسماء على طول، بس انا جيت هنا عملت ايه شويه الواح اهم، عشان في الصيف كان الجو بقى شمس قوي، نازل الشمس ضربه هنا في المكان، حتى انا ما كنتش بعرف اقف هنا بسبب الشمس والحر. تمام، فرصيت شويه الالواح دول، وان شاء الله هيتحط عليهم برضو ايه مشمع او بانر. طيب زي ما احنا شايفين السلكات اللي هنا اهي، تمام كده، دولت يا جماعه ادي 1 2 3 4 5 اواطيع، يعني 4 × 5 20 عين، فيهم حوالي 20 جوز حمام، تمام كده. السلكات دي محطوط عليها من فوق ايه مشمع بانر تقيل. بص البانر ده عامل ازاي، عشان بس الناس اللي مش عارفه تجيب ايه ده يا جماعه، البانر بتاع الاعلانات او بتاع الدعايه او بتاع الانتخابات او الكلام ده كله. تمام، هنطلع من فوق كده نبص عليه، تعالى نطلع السلم. بسم الله، اهو يا جماعه ده البانر اللي انا عامله، تمام، محطوط بقاله تقريبا برضو سنه او سنه وشويه. بص كده جايبه من اول سلاكه اهو، تمام، لحد اخر السلاكه، تمام كده، محطوط عليه قوالب طوب عشان تتقل البانر الهواء ما يطيروش، تمام، عشان ما يقعش، اهو متثبت كويس على كل السلكات. يعني لو نزلت مطره وسيول، سيول نزلت هنا، الحمام ده مش هيخش له نقطه ميه، تمام كده، الحمام ده مش هيخش له نقطه ميه. طيب ادي الخشب اللي انا لسه عامله في الصيف، تمام، ده الخشب اللي انا عملته الصيف الفتره اللي فاتت اهو، رصيت شويه الواح من اول السلم من هنا، تمام، لحد الاخر اهو، عشان اعرف اطلع وانزل من هنا بسهوله يعني من غير ما اخبط فيهم. تمام، دي ممكن اجيب بانر تاني او مشمع وافرده على الجزء ده، تمام كده، افرده على الجزء ده، يبقى ايه المايه اللي هتنزل لو المطره مطرت هينزل شويه صغيرين بس ايه من الحته دي، تمام كده، هينزل عندي هنا شويه صغيرين، حتى لما اجي اشيل ميه مش هشيل ميه كتير. طيب تعالوا نشوف السقف هنا، بص ده السقف عندي، سقف الاوضه عليه بانر بقاله حوالي سنه ونص او سنتين، تقريبا سنتين، عدى عليه الشتاء مرتين، تمام كده، ده تالت شتاء يجي عليه. البانر ده كنت جايبه من سوق الجمعه من السيده عائشه القاهره، تمام كده، من السيده عائشه في القاهره، طبعا كان سعر وقتها حوالي 300 جنيه او يمكن اقل، تمام. فالناس اللي متابعيني عارفه ان انا عندي سلكات فوق الاوضه هنا بقالها كذا سنه، بس انا عملت السلكات دي جديده، تمام، اطلع معايا كده بسم الله، بص معايا، دي السلكات اللي انا عملتها جديده، دولت 15 عين، تمام كده. طيب ال 15 عين دول يا جماعه، انا الفتره اللي فاتت زي ما شفنا عملت السلم ده عشان اطلع وانزل بسهوله، وعملت خشب هنا ثبت فيه العيون، والناحيه الثانيه اهو خشب مسمرته في السقف وفي السلكات اللي قصادها وفي العيون، بحيث ان العيون كلها تبقى ثابته حته واحده. بص والله لو عملت ايه ما بتتحرك من مكانها، تمام، لو جه هوا شديد، جت رياح الحمد لله يعني باذن الله،
مش هيكون في قلق على السلكات دي باذن الله. تمام كده. طيب عملت ايه انا بقى؟ جبت بانر تاني اهو وفرشته فوق السلكات كلها وثبته بالدباسه. بص كده بانر نفس اللي احنا شفناه تحت اهو بتاع الاعلانات، بانر تيل بتاع الاعلانات، وثبته فوق السلكات اللي فوق هنا كلها بالشكل ده، وثبته بالدباسه من كام يوم كده، من فتره يعني. تمام كده، بحيث ان لو نزلت برضو مطر هنا يا جماعه المطره تنزل كده على البانر وتقع ورا، تقع ورا هنا برضو عندي على السطوح يعني، بس ايه على الجزء الثاني من السطوح يعني، ما تنزلش على الحمام، ما تخش على الحمام. طيب عندي السلكات دي من جوه متقفله ابلكاش زي ما احنا شايفين كده من ورا اهو، ده الواح ابلكاش ومقفل بيها ظهر السلكات كلها زي ما احنا شايفين برضو هنا اهو. تمام، اذا السلكات دي عندي ما فيهاش هواء او منفس او تهويه غير الوش ده يا جماعه، ده اللي بيجيب هواء هو والخشب المفتح من هنا ده. حتى دي نفس النظام اهو، بص كده الظهر مقفول ابلكاش والسلاكه من قدام بس هي اللي فيها هواء ومنفس، الجنب هنا مقفول عشان تيارات الهواء ما تضربش في الحمام، الجنب كله اهو مقفول. تمام كده، يبقى عندي كل السلكات على النظام ده. حتى هنا اهو بص كده السلاكه من جوه اهي ابلكاش من ورا، في حته صغيره بس مفتوحه من فوق عشان الابلكاشه كانت صغيره، والسقف برده مقفول والجنب من هنا مفتوح. الجنب من هنا مفتوح ليه؟ لان ده عكس اتجاه تيار الهواء، تيار الهواء الناحيه الثانيه، هنا مفيش تيار هواء. تمام كده يا جماعه، فاذا انا اسيب الجنب ده عادي انما ما اسيبش الجنب الثاني اللي هناك. طيب اللي انا عايز اوصله لك ان عندي هنا السقف معمول بانر، سلكات هنا معموله بانر، سلكات اللي تحت معموله بانر، السلكات دي حتى عليها مشمع اهي، بص كده السلكات اللي هنا دي القديمه خالص عليها مشمع اهي واهي. تمام كده عليهم مشمع بحيث ان لو نزلت مطر ما تدخلش جوه السلكات، سواء السلكات دي او عندي هنا تحت الاوضه، يعني انا كده واقف فوق الاوضه اهو يا جماعه، ده كده السقف بتاع الاوضه وانا دلوقتي واقف فوق الاوضه، فالميه لما بتنزل بتنزل على البانر ده، ما فيش نقطه بتخش جوه الاوضه. نفس النظام السلكات اللي تحت الميه بتنزل على البانر، مفيش نقطه بتخش للحمام. فانت لو لسه ما عملتش كده فانا بنصحك دلوقتي الحق اعمل كده، الحق هات مشمعات او هات بانرات وقفل على حمامك، فممكن في لحظه تلاقي مطر وسيول نازله على الحمام عندك وعلى العشه او الاوضه اللي انت بتربي فيها الحمام او السلكات، وتلاقي نفسك محتاس مش عارف تعمل ايه، والدنيا غرقت عندك وميه بكميات كبيره جدا، والميه تنزل تعبي الطواجن وتعبي الاكلات وتغرق البيض وتغرق الزغاليل، وتلاقي بص الدنيا عندك تعك تعكه، هتقول يا ريتني كنت لحقت جبت مشمع وفرشته على الاوضه او على العشه او على السلكات او اي حاجه. تمام كده، فاحنا لسه فيها، انزل من عند اي موان لو انت عايز حاجه مثلا ايه سريعه، من عند اي موان بيبقى فيه مشمع اخضر كده، قول له عايز مشمع اخضر سعره رخيص. تمام كده، المشمع الاخضر سعره رخيص، هتجيب منه على حسب بقى، هو بيبقى المتر متر في 4. تمام كده، المتر بيكون متر في 4 متر. تمام، انت عايز بقى ايه متر في 4، 2 متر في 4، 3 متر في 4، وقص منه انت زي ما انت عايز وحطه على السلكات اللي عندك او على العشه اللي عندك، بحيث ان انت تقفل على المكان بتاعك، بحيث ان لما تنزل مطره ما تغرقش الحمام، ما تغرقش البيض، ما تغرقش الزغاليل، ما تبهدلش الدنيا عندك. حتى الرطوبه يا جماعه لما بتنزل الميه وانت بتشيل الميه بيفضل في رطوبه في المكان، الرطوبه دي بتنشط البكتيريا عندك في المكان وبتخلي الحمام يجيله امراض ويجيله برد ويتعب والكلام ده كله. تمام، فاحنا في غنى عن ده كله، الحق حمامك بدري بدري، انزل هات مشمع قفل على حمامك، لو عندك شباك بيجيب هواء بحري اقفل الشباك البحري، خلي بقيه الشبابيك مفتوحه عادي مفيش مشكله، لما الشتاء يخش والجو يسقع جامد ابقى قفل شبابيك. تمام كده، خلي بس على قد التهويه وقفل الشبابيك الباقي. تمام كده يا جماعه، فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد، كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان توصل الفيديو لكل الناس، ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو ان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.